الله الرحمن الرحيم. مساء الخير, اهلا بحضراتكم حلقه جديده بوضوح. النهارده حلقه متميزه لان معانا فيها ابطال عمل مسرحي جميل جدا وراقي جدا, عنوانه حب على نظافه. مظبوط, ابطال مجموعه من الفنانين المتميزين والشباب الموهوب الواعد, بيتناول فكره حب الوطن وقيمه دور العمل في حياتنا. يتم حاليا التحضير لبروفات, صناع العمل منوريني ومشرفيني النهارده, هيكلموني عن العمل. او عايز اقول لكم المسرحيه دي كمان انتاج نقابه المهن التمثيليه برئاسه الفنان الكبير الدكتور اشرف زكي, عاملين اعمال جميله جدا ومسرح محترم جدا وراقي جدا. يعني بيقولوا بالبلدي كده بيضربوا عصفورين بحجر. الحاجه الاولانيه ان هم بيعملوا عمليه استغلال لكل الطاقات الفنيه المبدعه عندهم من شباب الفنانين. الحاجه الثانيه بيعملوا اعمال مقروءة جيد عشان ما يتقالش عليها انها مسرح تجاري. نظفتوا المسرح كويس؟ خليني ارحب في البداية بضيوف العمل اللي مشرفيني ومنوريني, الفنان الجميل والصديق العزيز ادوارد نجم العمل. ازيك يا دكتور؟ وصديقي العزيز منور حبيبي. حبيبي مبروك وجودك. الفنانه الجميله ميار الغيطي, وخليني اقول ميار محمد الغيطي. اكيد طبعا الصحفي الكبير محمد الغيطي, وهي كمان فنانه متميزه جدا. الفنان والمخرج بقى, واحنا عارفينه ممثل, لكن طبعا شريف حلمي كمان عمل دور ناصر قبل كده, عمله باقتدار قبل كده. مظبوط, عملت هيكل. نورتنا. أهلا بيك. والفنان خالد محروس, اهلا بيك. اهلا بحضرتك. والفنانه ايناس شيحه, اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك, نورتونا. اهلا بيك يا دكتور. يا سلام. ايه بقى الحكايه يا استاذ ادوارد؟ الحكايه جميله جدا ان كان دكتور اشرف زكي عمل مشروع المسرح وطلب من الفنانين ان احنا ندعم المشروع, ان احنا نيجي نعمل عروض وندعم الشباب ونعمل عمل فني شكله حلو. وانا لبيت ال انت اول واحد اظن لبيت الدعم. صحيح, في كتير يعني اول واحد. بس انا سامع انك انت متبرع باجرك بالكامل في المسرحيه دي. الحمد لله, يعني ما يعني بلاش نقول بقى علشان الناس بتزعل في الاخر. لا ده شيء جميل, بالعكس احنا بنسمن اي فكره. يعني انا ما بحبش اقول اي حاجه بعملها, بس احنا بنقول هنا في التجربه دي بالذات. لا عشان غيرك يقتدي بيك. بالظبط, هو علشان نلاقي فنانين كتير يعملوا نفس الموضوع. وبصراحه يعني حتى لما جيت قلت لميار, يا ميار تعالي معايا, هي رحبت جدا بالموضوع, وايمان السيد. فجالي كذا موضوع بصراحه ما عجبنيش موضوع غير اللي جابه لي شريف حلمي, كنت اول مره اشتغل معاه. هو طبعا مؤلف ومخرج العرض. جاب لي ورق حلو جدا جدا, اتحمست جدا, حسيت ان احنا رجعنا لمسرح محمد صبحي. قد ايه عمل مميز وفي رساله بنقدمها للناس, قد ايه حسيت ان احنا هنرجع نعمل مسرح العيله, ان احنا يبقى في اي عيله تيجي تفتخر انها تحضر عرض زي ده اسري. وفي رساله وفي هدف, يعني الناس هتطلع بايجابيات حلوه جدا من العرض وتطبقها في حياتها ان شاء الله. فابتدينا نعمل بروبات, وشفت شريف كمخرج كمان, يعني غير كمؤلف قد ايه جميل وقد ايه جاي بمجموعه من الممثلين الشباب قد ايه جمال كلهم. فحسيت ان احنا بقينا تيم, خالد وايناس ومنير وزينب وليلى وظريف, واحد اسمه ظريف برضه معانا. حسيت ان فجاه حسيت ان انا في وسط مجموعه مميزه جدا, واتمنى انهم يوافقوا نشتغل مع بعض على طول بعد كده اهو, ويبقى عندنا تيم. طب والله حلو الشعور ده, لما تكون في شعور الحب ده بيسود بين التيم. عايز اقول لك الكواليس قد ايه حلوه, قد ايه بنبقى كلنا امبارح ضاربين فول وطعميه كلنا مع بعض في المسرح. تنحنا وقعدنا نعمل بروبا, بس اشتغلنا والله كويس. فول وطعميه اشتغلنا بدون فهم. واحدة بالليل يعملها انا, واحدة بالليل فاجئنا الحقيقة. وطلعنا كملنا, خلصنا بروفة الساعة 3 الصبح, يعني قاعدين شغالين. كملتوا أكل بعد لا لا يعني لا أكلنا الساعة 1 بالليل وكملنا بقى. إدوارد في الأكل يعني دايس, ضربنا المسرحية كلها تمام وبحماس. وقد إيه
حسينا ان احنا بنعمل مش بس عمل مسرحي، بنعمل عمل وطني. طب ايه بقى الموضوع؟ احكي لي بقى الفكره. يعني الموضوع هيبقى حلو قوي، يعني احنا بنتكلم عن العمل. ازاي بقى؟ يعني احنا كده هنقول هتقول اصلا لو شريف قال لك هو هيسال شريف. طب شريف قول لنا انت، يلا اتفضل. هو ال ال المسرحيه اسمها حب على نظافه، هي فكره، هي فكره ال المجتمع المدني، فكره ال يعني الخدمه للناس، المفروض المشاركه المجتمعيه من من الشباب ومن الشعب للبلد. بس فشباب بنتين كده مؤمنين بفكره انهم عايزين ينظفوا البلد، عايزين ينظفوا الشوارع، عايزين يلموا من كل شقه 10 جنيه وينظفوا الشارع ويجيبوا شجر من وزاره الزراعه ويشجروا. هي فكره فدخلوا على اولاد، سوري لا يعني سوري مش قصدي، بس ان احنا نبقى عضو عامل في المجتمع. فدخلوا على شباب اساسا شباب ضايعه، يعني ادوارد ممكن نعرف مين اللي ضايع فيهم الثلاثه هو ومعاهم منير. هو ضايع برضه صح؟ اللي هم بيناموا بقى طول النهار وبيسهروا طول الليل وما بيشوفوش الشمس كتير ومأنتخين ومريحين اللي هو حل ناس كتير، حل كتير من الشباب ما لهمش نفس يشتغلوا، وفاكرين بقى انهم هيحبوا بقى وبتاع. فبس بيدخلوا بقى فاكرين انهم هيحبوا يعيشوا حياه جميله، لقوا بنات متحمسه جدا. وجميل ان الفكره جايه من عند البنات الشباب الصغير. كنت قاصد ان انا اقول ان لان شفت فعلا بنات صغيره فعلا في الشارع شبه كده بيتحمسوا وبيحمسوا الناس. لو القفيش اصله شكله لطيف، ان كلكم واقفين ماسكين مقشات. يعني القفيش دمه خفيف وليها معاني بقى اخرى، عايزين ننظف البلد مش عارفين يعني بقى يعني نظافه بشكل يعني ريحتكم فاحت. لا 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 خالص والله لا. بس احنا عرض كوميدي لطيف جدا، في ضحك الحمد لله. اهم حاجه ان احنا عاملين جرعه من الضحك، ان شاء الله الناس تبقى مبسوطه. يعني الاسره لما تروح تتفرج على المسرحيه دي زي ما بس تخيل. والله يا استاذ شريف يعني انا عاجبني قوي المورال ده، يعني فكره احنا حتى بنعملها في برامجنا هنا وفي احب الناس بنعملها وبنقعد دايما، وياما نزلنا كان معانا شباب وكنا فعلا بنلاقي فالنتيرز كتير جدا اللي بينزلوا معانا، شابات وشباب بيلبسوا معانا تيشيرت ابيض وينزلوا يقول لك نظف قدام بيتك، وينزل ينظف قدام بيته، نظف شارعك، بيبيضوا الرصيف. فعلا. واحنا عاملينها بقى في جو كوميدي، يعني كل ده معمول في اطار كوميدي. يعني ان شاء الله انت هتشرفنا طبعا تيجي تتفرج، وندعو كل المشاهدين يجي يشوفوا ان العرض فيه. مش الدخول مجانا؟ لا احنا عندنا مش مجانا. مش مجانا؟ بس هي التذكره يعني من 30 للصف الاولاني ب 100 جنيه يعني. طب والله كويس قوي. يعني تعتبر ده زي مسرح الدوله تقريبا. تقريبا سعر رمزي يعني. انتوا قاصدين ان السعر بالظبط السعر الرمزي علشان الناس كلها تتمتع وتتفرج وتنبسط يعني. ودي في مسرح فيصل ندى، الكاتب الكبير فيصل ندى اللي في شارع القصر العيني. بالظبط. عملت يا عم داعيه. ها ميار بقى احكي لنا عن دورك بقى، واضح انك انت عامله دور لطيف جدا. والله يعني هو احلى حاجه في العرض ان احنا كلنا عاملين زي الضفيره كده، يعني كلنا في الاخر بنوصل لنفس الكونسبت. انا مبسوطه بكل الزملاء اللي معايا طبعا، ستارتنج من ادوارد يعني هو سبب وجودي في هذا العرض، تحمس لي جدا، وبدايه بقى من طبعا استاذ شريف ساندني في البدايات قبل حتى البروفات، كنا بنتكلم ونحاول نلاقي طريقه نوصل بيها للكاركتر. انا وايناس عاملين زي كابل كده، بنتين بيحاولوا يبقوا عضو فاعل في المجتمع من خلال الرساله اللي كان لسه بيقولها استاذ شريف. وفي ده كوميدي وفي لاف ستوري وفي مين بقى لاف ستوري بمين ومين؟ بحب ادوارد. فالحقيقه هو طب نشوف بس مشهد كده من مشاهد الثيم اوف لاف يعني اللي بينك وبين ادوارد. هي الفكره ده المشاهد مش رومانس بالمعنى الرومانس، هي كوميدي يعني. هي زي ايه مثلا يعني؟ ساسي هيومر جدا. لا الرياكشن بتاع كوميدي هو انت عارف. يلا ورينا يا استاذ. يعني لا اوريكم ايه؟ مشهد يبيعنا مشهد المشهد بفلوس مشهد بسط يعني كده. وعن مشهد لينا بسط كيمو هو يلا مشهد واحد بس كده. لا يعني هو يعني عامل شخصيه بيحب على نفسه. ازاي يتكلم ازاي بقى؟
يناسب. هو بيحب على نفسه في المسرح ولا بره المسرح؟ لا على خشبة المسرح. ان هو الشخصية التافهة اللي هو نفسه يبقى فيه واحدة في حياته ما هو ما عندوش حاجة، فلما صدق شاب بنته قدامه فابتدي بقى يسبل لها بقى كده. عاملين شوية دي وانا بصله كده هي مستغربة يعني مجنون يعني. طب ستايل كلامك ازاي بقى؟ تكلم ازاي؟ انجليزي زي اي مصري انجليزي عادي. خالد بقى افيهات على طول بقى يعني. خالد اي حته تلاقيه بصي قاعد اساسا قاعد تحسي انه قاعد مزنوق. ايه خالد دورك ايه؟ خالد انا دوري طبعا طالع خال استاذ ادور خالد. لا هي طبعا مش مساله دور ايه، المساله كلها ان هي مسرحيه اجتماعيه كوميديه بتدور في الاطار اللي اتكلم فيه استاذ شريف ده، على ان هي الفرق هي باختصار الروايه في جمله واحده حرف بيقوله استاذ ادوار ما بين عاطل وبين عامل، ان احنا نغير الحرف اللي في النص. عاطل وعامل. عاطل وعامل ان احنا نغير الحرف اللي في النص ده، فتبقى الحياه كلها ان في عمل وفي ناس تفكر ان انا اطور ازاي في المجتمع، ان انا ابقى عضو فعال ازاي، ان انا ابقاش سلبي طول الوقت. احنا على فكره كلنا محتاجين بس حد يدينا بوش او يدينا طريق ان احنا نمشي عليه ازاي. احنا فاقدين الحته دي، فاقدين التواصل من زمان، مفيش تواصل صح. يعني تواصل الفكره، تواصل كل حاجه في حياتنا افتقدناها، معتقداتنا، عاداتنا، تقاليدنا، مفيش تواصل بين الاجيال، فعشان كده افتقدنا حاجات كتير. حتى روح العمل ذات نفسه، ان حد يصحيك الصبح ويضغط عليك انك تجري وتعمل، فده مفقود. فده اللي بيتخلق في الروايه طبعا اللي كاتبها استاذ شريف وبيخرجها، اللي هو البحث عن الفرصه. يعني ادونا فرصه هنبقى كويسين، مفيش فرصه مش هنبقى كويسين، هننام ونقوم زي ما احنا قاعدين، مفيش اي محال في ده يعني. وفي البدايه طبعا انا سعيد، انا بشكر طبعا استاذ شريف هو صديقي، وانا بشكره ان هو حطني وسط الباقه الجميله دي. استاذ ادوار مش هتكلم عليه طبعا من ناحيه فنيه، انا اقل من ان انا اقيمه فنيا، بس انسانيا مش هقدر برضه اتكلم بصراحة. ولا فنان ولا لا لا والله. لان انا اساسا عارف عيبه ايه. لا لا والله لا هقول لك، هو في عيب واحد. لا والله انا مش هقوله لك بس عشان اقول لك اسمع. طب هقول لك العيب. ما بعد التصوير بتغلف الطاولة. بتغلف الطاولة. لا والله انا مش بحب ازايد والله، انا بجد فعلا انا مستمتع جدا. لو انا هقول جملة في الرواية دي انا مش هبقى متضايق او حزين او كده، لان فعلا الناس كلها روحها حلوة. الرقيقة اللي قدامك دي طبعا ايناس احكي لنا بقى بس ليه؟ ما انا يعني هو اللي اسالها بعد اذا كان بذيع. انا البذيع بعد اذنك. على فكره ايناس اصغر من كده بكتير بنت، بس هي حاطه لها ميك اب كتير شويه وقاعده متضايقه شويه، بس هي تبان اصغر من كده بكتير. انا مش عارفه اتكلم. ركزي معايا، انا سيبيكي من اللي جنبك ومن اللي قدامك. ركزي معايا. احكي لنا بقى دورك ايه يا ناس. هو انا بعمل البنت الثانيه في المسرحيه كابل انا وميار، والمفروض ان احنا اللي بنحسهم على العمل، وبنحسهم ان هم يغيروا من طريقه حياتهم، ان هم يبقى ليهم دور في المجتمع وهدف يقدروا يوصلوا له يعني. بس ف اسمك ايه في المسرحيه؟ اسمي ايه؟ نسيت. لا طول العرض، طول العرض هو انا اسمي نهى وميار اسمها سهى، فطول العرض في تبادل ما بين نهى وسهى. نهى ولا سهى؟ انا نهى، ما تلخبطيش. اسمك ايه؟ نهى. طيب اخر كلام. اخر كلام يعني اول ما بتقول لنا في سهى ونهى جايين، فانا بقول لها فبقول لها انا هاخد سهى، ومنير بيقول لها انا هاخد نوع. لا انا هاخد سوا لحد ما اشوف نوع. هما بيلخبطونا طول العرض ما بين سوا ونوها يعني. ان شاء الله بينبسطوا الناس في العرض. احنا بنقدم يعني قيمه للمجتمع من خلال عرض كوميدي، تقدر الناس كلها انها تتابعه، والعائلات والاطفال وكل حد يعني. فان شاء الله يعني يعجب الجمهور. ارسم سكه احلامك قدامك وامشيها، طول ما انت مكمل توصل ليها اكيد. ما تضيعش في ايامك عالفاضي، خليها حلم بيتحقق يبدا حلم جديد. بلاقي حصان، بلاقي تسحيله، شغل عقلك ليه كده سايب وقت عسير.
شكل احلامك قدامك وامشيها، كل ما انت مكمل توصل ليها اكيد. ما تضيعش في ايامك عالفاضي، خليها الحلم بيتحقق يبدا. نظفت المسرح كويس؟ ورجعنا لكم تاني، ومسرحية حب على نظافة، يعني اسم حتى يدعو للتفاؤل الغسيل. انضمت لي طبعا الفنانة الجميلة إيمان السيد. أهلا بيكي إيمان، ويوم بطلات العرض. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا دكتور، نورتينا وشرفتينا. ده نورك، ميرسي، ربنا يخليك. حكينا بقى يعني، كنا قبل ما تخش يمكن أولا سوري يعني ضربة شعرها أحمر عشان عرض. أمال هو لون شعرها أساسا إيه؟ بصري في حشوك. يعني شوف قد ايه من ضحيه بنفسها. يعني هو كان اساسا لونه ايه؟ شعره اسود. اسود انت عامله احمر عشان عارف. اه مين اللي قال لك كده؟ ادوارد. لا ايه المسرحيه طبعا زي ما حضرتك قلت حب على نظافه، دي من يعني الاسم في حد ذاته من الحاجات اللي شدتني، لان النظافه من الايمان والنظافه حلوه في العموم. طبعا. وهم محذريني ما احرقش المسرحيه قبل ما خلاص خلاص. ليه حاسس ان داخله في كلمتين ما حفظهمش؟ كانوا متاخرين. هتيجي تقوليهم وتروح. انا ان شاء الله يعني ما مسكوني في اللجنه. حاولت اخد الوصل. كملي لنا بقى موضوع النظافه. اه النظافه من ايه؟ بتغسلوا كم مره في اليوم؟ كتير. احنا الكاست لذيذ جدا بصراحه. دورك ايه بقى في المسرحيه؟ احكي. ما هو لاني انا بروح في الكلام خالص. لا فممكن احكي العرض كله. احكي لي نص وانا نص وانا هكمله. ام ميشو بس. ام ميشو انا طالعه خالت ادوارد. وبعدين بس يا ربي ازاي بقى الانسان يوفق بين انه يتكلم وما يحرقش النهار. يعني شويه شويه. انا لا انا بقول لحضرتك يعني كواليسنا حلوه الحمد لله. لا 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 انا بعدين الكواليس. ركزي معايا في العرض. برقص في العرض. بغني. بتغني. امام بتغني فعلا. ده مستني بتغني تقول ايه؟ يلا سمعينا. حلوه دي. مش هكمل غير لما تغني يا ايمان. بقول خيبتك تقيله. طب غنيها يلا. الحب حقيقه. مش بس الصوت رايح وعلى. معلش معلش معلش. جيب لي كنسون. الحب حقيقه مش اشاعه ولا خرافه، غير لما يكون بجد حب على نظافه. هتحرق لنا كده كل شويه. ده حرق برضه ده بس. طيب ايه تاني في دورك بقى؟ انت خالته. هو كسلان. ايوه. وواد خيبه. صحيح. وقاعد نايم ومأنتخ طول اليوم. انا طول الوقت بفكر له ويروح يشتغل ايه. ايه بقى؟ فكرتي له يشتغل ايه؟ شغلانات. وهو طول الوقت بتجيله شغلانات يعني بيطلع فيها حاجات غريبه، مش يعني مش اسباب تخلي حد يسيب شغل. يعني بص احنا عاملين يعني حتت من المجتمع. يعني وبعدين على فكره دي حاجه موجوده حقيقي يعني. مثلا ممكن يكون واحد ساكن في في في, في مصر الجديده وجاي له شغل في 6 اكتوبر. فممكن يقول لك لا انا مش هشتغل، مش هروح انا اضرب المشوار ده. في ناس بيقولوا كده فعلا. يعني يقول لك لا انا مش هشتغل، يا اشتغل حاجه جنب البيت يا ما اشتغلش. وفي في كمان واحد يقول لك مثلا شغلانه عدد ساعات مثلا 12 ساعه. في ناس يقول لك انضمت لنا كمان هيات الفنانه ليلى حسين كمان برضه من نجمات العرض. اهلا ليلى، ازيك؟ ليلى والاكستنشن. اهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماشي يا ليلى، خدت وقت بتركب اكستنشن. اكستنشن؟ انا يا اختي اللي قلت لهم. انا اللي قلت لهم. صح صح. ما فيش الكلام ده. ليلى خالص. صحيح. يعني ده شعري. انا جابوه عندي الاوضه. انت ما شفتيش ادوارد وهو داخل؟ انت داخله قال ايه؟ ليلى والاكستنشن. هو ده مش شعرها يا ادوارد؟ بس هي شعرها. ما اعتقد. لا شعرها كده جرسون؟ انا؟ يعني لو شادين عادي؟ لو شادين شعرك عادي؟ عايزه شعري فظيع مجنن. طب شديه كده. شديه عشان نتاكد بس. لا حاسبه حاسبه الاكستنشن بس. لا يا حبيبتي متثبت حلو. امال كنت فين كل ده؟ لا يعني بعمل ميك اب. اوكي
نرجع لايمان السيد، احكي لنا بقى دورك. يعني انت خالته قلت له يشتغل، ايه بقى الشغلانه اللي انت وصيتيه يشتغلها؟ اللي هي بقى ليها علاقه بالموضوع بتاع العرض نفسه، اللي هي ايه؟ خلاص بقى خلاص بقى خلصنا، ما انا همشي من هنا وهيقتتوني. انا هقتتها بصراحه. يا استنى بس، قلت له يشتغل ايه؟ عندنا انا المسؤول، انا المسؤول. هو باين من الافيش بتاع المسرحيه على فكره، اللبس اللي احنا لابسينه. بيشتغل ايه بقى؟ عامل نظافه؟ الله، بيصغر لي. عشان خليها تقول، خليها تقول، ما احنا كده ما فيش حد هيجي لنا المسرحيه يا دكتور. لا ليه؟ عشان هنقول خش على ليلى، خش على ليلى. استنى بس، اتكلم عن الاكل، هروح ليلى. جاي لك يا ليلى، انا جاي لك يا ليلى. ايه ايمان، احكي لنا بس. ال بقعد بقى اتحايل عليه ان يعني بيبرق وكده. بيبرق برضه وعندك قصه حب. دي حرقه تانية للدور بس. ما شاء الله عليك. يعني بمر بس مش لازم نقول مين، يعني بمر بقصة حب غريبة برضو. مش منطقية. غريبة فعلا. مع مين؟ بتحبي مين؟ خالد. الأخ ده؟ الله، مش هو خاله؟ لا، ده جوز خالته يبقى خاله. ودي المفاجأة، ده السسبنس. ده اللي انت بقى حركتك. وخاله مجازا كلها. الحمد لله. هو خالته يبقى خاله. خلاص مفيش حد، مش محتاجين حد يجي. خاله مجازا. خالته. يا جماعه في، طب في مناطق ضحك يا جماعه. وتعالى يعني. طب عايزين ناخد مشهد، عايزين مشهد بس. مشهد كده لطيف يعني. شريف يقول لنا مشهد ونمثلوه، نشوف مشهد. لا نغني مشهد بين ايمان السيد وبين. هتغني ايه طيب؟ نغني لك الاغنيه. يلا نغني الاغنيه. طيب الاغنيه عظيمه. بس انا بنحطها لك على البتاع ده ونغنيها كلنا مع بعض. مش هنعمل استعراض. طيب بتعملي بالي؟ يوه، ده في استعراض برقص وبتغني. بحيرة البجعة. بس كلهم بوسعولي لاني ما بشوفش قدامي بقى. انا ما عنديش ال اللي هي بصوت ميار. طب نعمل مشهد يا شريف، يعني قول لنا مشهد كده ما بين يعني بينهم وبين بعض. يلا. هو في جزء اللي هي لطيف اللي انت بتخشي فيه ده، اللي هي بتقول لهم فيه مصحيهم؟ افتح يا ابن المتضايقة. لا برا، هل انسى الخرتيت؟ هل ده ما شاء الله ما شاء الله، تفكيتوا على الاخر. ما شاء الله فكوا على الاخر. يلا ايمان، يلا الكاست عنده كم ذكاء. يا دكتور، يلا يا دكتور، ابوس ايدك، خش على الاستنشن. يلا مشهد واحد بس. يلا تم، ما رحبناش بليلى. ارحب بليلى، نورتيها. انا سلمت على ليلى، لسه جاي لها. يلا ايمان. لا لا يا كيمو، قبل السلامات والحبشتكنات ما تاخدنيش في دوك. اللي يشوفك كده وانت يلعب حواجبي. اللي يشوفك كده وانت مزاجك رايق يقول القرش بيجري في ايدك، وبتخرج من الشغلانه دي على الشغلانه دي. حلو قوي قوي قوي. كلها سقفه. معقوله؟ ما حرقتش ولا ايه؟ هيرد عليها؟ لا. ايه؟ ايه ده؟ ده يا مصريه يعني، جت على الكلمه دي. يا الحب حقيقي. ارسم سكه احلامك قدامك وامشيها طول ما انت مكمل توصل ليها اكيد. ما تضيعش في ايامك عالفاضي، خليها حلم بيتحقق يبدأ حلم جديد. يبدأ حلم جديد. بلا احباط، بلا قلة حيلة. شغل عقلك ليه كده سايب واخد تعسيلة؟ لو حواليك بيقولوا عليك خيبتك تقيلة. ركز في الحلم، سيبك منهم، دول عالم فصيلة. حلوة أوي، برافو. أغنية فيها تحس كده فيها فيها حياة، وفيها حياة، وفيها مسج، فيها رسالة كمان، فيها مسج، فيها مسج بتبان. دي على فكرة ألحان وائل عقيد. جميل. انا سمعت اللحن صراحه، عجبني يعني. ادوار كان سمحوا لي بجد، اللحن حلو ومتغني حلو قوي. او التوزيع كمان، استعراض بقى. وفي رقص بقى، ايمان مصطفى حجاج كله. معقوله يا ايمان؟ بغير جلدي في العرض. يعني افهم من كده انك انت ممكن تعملي فوازير بعد كده؟ ان شاء الله. تبقي زي نيلي وشريهان؟ اصلي ايه الفرق؟ ناقصني ايه؟ لا ورشيقه ما شاء الله، يعني الرشاقه جدا. عندي لياقه. هتبان على المسرح، هتبان على المسرح. هتبان على المسرح. ليلى احكي لنا اخبار اكستنشن، قصدي احكي لنا اخبار اكستنشن. حلو يا جماعه، والله انا مش هتفرج على الحلقه خالص. احكي لنا دورك ايه بقى؟ انا دوري مذيعه. ايه ده، مذيعه؟ انا عايشه الحاله دلوقتي. طب يلا. ها لا خالص. انا دوري انا حابه جدا، لان هو انا مشهد واحد في المسرحيه.
بس هو بتعملي يعني مذيعه مع مين بتقدمي؟ لا انا بكافئهم على اللي هم عملوه والرساله اللي هم قدموها، فالمفروض ان بكافئهم بس. عملوا ايه احكي لي بقى؟ هم عملوا ايه بقى؟ دخلنا في الفصل الثالث كده بنحرق الفصل الثالث. لا انت مذيعه بتكافئيهم بعد ما قرروا ان هم يسيبوا التنبله ويشتغلوا. انا بسلمهم جوائز بس. ايه بقى الجوائز؟ قيمه ماليه بس. هو دكتور احنا عايزين نقول ان برضو احنا هنا في مسج مهمه في المسرحيه عايزين نقولها، ان برضو رجال الاعمال منهم ناس محترمين وشرفاء وبيشجعوا بيشجعوا هذه الاعمال يعني. فاحنا بنشير للنوع ده من رجال الاعمال اللي هو بيعمل حاجه بجد لخدمه المجتمع بجد، فهي دي المندوبه المذيعه اللي جايه مندوبه عن وعايز اقول ان ليلى دقيقه جدا في شغلها يعني، طبعا بتهتم بالتفاصيل جدا جدا لدرجه ان احنا في الاخر الرقصه بنعمل كده. فهي جايه بتقول لي احنا هنعملها كده ولا هنعملها كده ولا احنا مش قادره. قلت لها ماما بنعمل كده بنعمل كده. ادوارد هو انت هتعملوها كده؟ عشان انا بعملها ادوارد كده يا حبيبتي، يعني بعملها كده وبعدين ثاني. معلش لحظه الموضوع مهم قوي يعني. هو الاول قال لك كده الفنان هم المفروض يعملوا كده انت كده دق اهي لف قوي يا ليلى دي كده فيها. فانا قلت له ادوارد انت هتعملوها ازاي؟ علشان انا ادوارد بعملها كده كده. ده حلو ده. بيقول لي ايه يا حبيبي ده؟ هل هو مثلا ابداع مثلا او يعني ولا يعني ده الروح ما بين الحركه والحركه. فانا قلت اسال بدل ما شكلي يطلع وحش قدام الناس ان هم كلهم صح وانا غلط. بس بنعمل كده فيها ايه اهي 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 كده اهي عاديه. بتقول لي هنعملها كده ولا هو عشان يفهمني قال لي ايه بقى؟ قال لي شفت فيلم سبايدر مان؟ قلت له قال لي هنعمل كده. ليلى خريجة المعهد السنة دي من الدفعات من الشباب المتميزات يعني الشابات المتميزات. هل العروض دي قاصرة بس على أعضاء نقابة المهن التمثيلية وخريجين المعهد العالي للفنون المسرحية؟ أعضاء أعضاء النقابة. أعضاء النقابة يعني الدكتور أشرف حريص على إن المشروع ده لأعضاء النقابة لكل الفنانين. إحنا عددنا كبير. حريص على ان المساله تبقى خاصه بكل الموهوبين اللي هم خريجين المعهد، بس طبعا بيضاف ليهم طلبه المعهد يعني. طلبه المعهد كمان لو احتاجنا منهم بناخد من طلبه المعهد. طلبه المعاهد مش المعهد بس، كليات المسرح اللي هي زي حلوان قسم المسرح في ومعنا حلوان. ومعنا استعراضات برضو. وعندنا استعراضات. مصطفى حجاج عامل استعراض لطيف. مصطفى ورضوى بصراحه عاملين شكل حلو واستعراض حلو للمسرحيه. طيب احكي لي الكواليس بقى. طبعا هي الكواليس غير مع ادوارد الطعميه والحاجات دي. لا هو ادوارد بشكل خاص الفته والموزه والحاجات دي يبقى اكلنا في شهر كل وقت سندوتشات فول وطعميه بعد نص يعني مش قصب في عصير قصب لسه ماسكينه عصير قصب حلو قوي قوي قدام المصري. هو كل ما نبقى كويسين يكفينا يعني مع الوقت يعني. هو بيحمسنا في الاول. والكواليس معاه طبعا يعني زي ما انت شايف كده. لا يا دكتور والله عايز اقول لك انه انا بالنسبه لي ادوارد مفاجاه. احنا ما كناش صحاب قبل الحكايه دي. انا بعت له الورق عادي وقرا وافق. اكتشفت انه بني ادم انت طبعا عارفه كويس ده صديقي العزيز يعني مش بني ادم عادي. ادوارد من ارقى الناس حاجه فعلا جميل وفنان جميل فعلا. الجمله دي فعلا انسان راقي جدا بس بيتغلى في الطبع. طبعا ده حقيقي يعني ده شيء طبيعي يعني. لا معاك انت يا دكتور مرة بعد الفاصل نتكلم بقى عن مره مسرحيه حب على نظافه لازم تيجي ولما جوش لا ان شاء الله يجوا هتغير لون شعرك غير شعرك ارسم سكه احلامك قدامك وامشيها كل ما انت مكمل توصل ليها اكيد ما تضيعش في ايامك على الفاضي خليها الحلم بيتحقق يبدا نظفت المسرح كويس احلامك قدامك وامشيها كل ما انت مكمل توصل ليها اكيد ما تضيعش في ايامك على الفاضي خليها الحلم بيتحقق يبدا حلم جديد بلا احباط بلا قله حيله شغل عقلك ليه كده سايبه واخد عزيمه بلا احباط
رجعنا لكم، وان شاء الله يكون فاصل سعيد عليكم. كل انسان قام عمل الحاجه اللي نفسه فيها ورجع لنا تاني عشان يكمل الحلقه. احنا لسه مع كاست مسرحيه حب على نظافه. تعطفكم لوحده مش كفايه، اتبرع ولو بجنيه. بنقولها في المسرحيه برضه بنقولها. التذاكر في متناول الجميع. اه يعني في مستوى المواطن، يعني لو حد حابب يقسط ثمن التذكره احنا لو حد حابب يجي ينورنا اصلا يعني من غير تذكره صراحه مفيش مشكله. عمال يسمع بره خالد. قول لنا الافيهات بقى اللي بينكم بقى في المسرحيه يا معاذ. على فكره خالد مطرب اصلا، صوته حلو جدا وبيغني في المسرح. انا عن نفسي ما سمعتوش لحد النهارده، صوته جميل. سمعنا حاجه سمعنا حاجه يا خالد. انا برضو عمال يقول لي مطرب ما سمعتش حاجه دلوقتي. هتسمعني؟ يلا عطفك لوحده كفايه. يلا بينا. يا هتعيش لي بقى دور القهوه كوبايه الفول خش اصلا. نسيت خلاص حبنا ونسيت ليالينا ونسيت كمان ودنا ونسيت أمانينا يا ناسي عهد الهوى لتنسى ماضينا يا ناس يا عاد الهوى لتنسى ماضينا حرام عليك كل ده شمتهم فينا راح تنسى كام مرة وتفوتني كام مرة راح تنسى كام مرة وتفوتني كام مرة وتفرح إلا يمين على الحلوة والمرة مش كنا متعادين لتنسى بالمرة عشرة بقالها سنين عالحلوة والمرة. برافو والله حلو والله جميل. على فكرة ايناس بترقص حلو. يلا ايناس. ايه لسه ما وصلتش للرقص. انا فاكرها بتغني. هتسمعينا يا ايناس؟ لا بتغني. بتقولي ايه في العرض يا ايناس؟ لا ما بقولش حاجه. مغنيه حلوه جدا بجد. الجمله بتاعتك بتقولي ايه في الاغنيه؟ والله ما هعرف اقولها. ليه؟ مش هعرف صدقوني. حاضر. الحب حقيقه مش اشاعه ولا خرافه. قوليها بس. بس اما يكون بجد. ما قدر هي تتريق عليا. طب قدر يغني. لا هي بس تقولها. بس تقول حتى لو هي مش عايزه تسمعها. قوليها. بتقوليها ازاي؟ الحب حقيقه. ما تقولي يا ايناس. مش عارف اقولها. الحب حقيقه مش اشاعه ولا خرافه. مش اشاعه ولا خرافه. الحب حقيقه مش اشاعه ولا خرافه. اصل امال انت غنيتيها كويس فابدعت بقى. على طول. طب انت هتسقي ولا بقى؟ لا انا هيجي لي حواليك. غني لنا حاجه بقى. لا حواليك بيقولوا عليك. طب انا لحظه احنا قلنا لك غنيتي كويس. ما تديش ثقه بقى في الاستوديو قوي على نفسك. فجاه راحت واقفه قدام المايك واحنا كلنا واقفين. هلا يا حبيبي يجي بيقولوا عليك. سبحان الله. قلت لك هيتريق عليا. طب كواليس بقى احكوا لنا على الكواليس بقى. الحقيقه ان دي تاني مره اشتغل انا وادوارد مع بعض. هي كواليسه دايما يعني كارثيه. يعني دايما ما بيسيبش حد في حاله، بيستنى يشوف اللي قدامه هيغلط في ايه او هيقع في ايه هيمسك عليه. من غير ما يغلط عادي. من غير ما يغلط يعني. بيعمل فيكم مقالب؟ ده زي اللي بيعملها في رامز جلال ورامز يعملها فيه؟ لا ما مش بالاكيد. لا هو ما بتعملش مقالب يا ادوارد؟ اقول لهم بتعمل ايه في الناس في الكواليس؟ كنا ايام العرض ده ايام بقى بيعمل مقالب؟ اصل انا وادوارد برضه اشتغلنا مع بعض مسرح كتير يعني جوه مصر وبره مصر. لا بس هو بقى له يومين مستلمني مش عارفه ليه بقى؟ مش عارفه كل ما اقول حاجه بتعملي بتعملي حاجات غريبه اضحك مثلا فتحت مثلا او اعمل حاجه فهو بقى على طول قافشني. لا اصل هي وشها بيحمر بطريقه غير طبيعيه. يعني لو اتكسفت يعني لو كسفناها دلوقتي في اي حاجه هتلاقي وش وهي قلوقه ومتوتره على طول كده تحس انها فجاه بقت اورنج.
قلبت هافان. بس هي عامه الكواليس عندنا ما شاء الله حلوه جدا جدا الحمد لله. احنا ناقصنا منير قد ايه فنان جميل. بص لحضرتك شايف ده هو هي الكواليس. يا سلام يا دكتور لسه ازيك. انا عارف ده بتصور جنبنا هنا. السلام عليكم. ازيك حضرتك كده في المسلسل اللي هيتذاع عندنا برضو في الحياه في رمضان يعني رحت بعيد. اتفضل تعالى جنبنا. تعالى جنبنا يا دكتور. طبعا انضم لنا الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه وعميد المعهد العالي للفنون المسرحيه وصديقي العزيز. واحنا كنا لسه قاعدين نقطع فروتك قبل ما تيجي وبنتكلم على المشروع. الحقيقه ما اعرفش في النفوس مش يعني من اعضاء الجمعيه العموميه في نفوس. لا بجد انا بهنيك يا دكتور على الفكره. فكرة انك انت النقابة تتصدى للانتاج المسرحي وانها كمان قالوا لي انك بتختار اعضاء النقابة وبتختار طلبة تلامذتك في المعهد العالي للفنون المسرحية فده شيء جميل. فكري قولي بقى الفكرة جات لك ازاي وتصورك ايه؟ هو من زمان يعني احنا ما نقدرش نعتمد على الموارد اللي بقت محدودة جدا دلوقتي. احنا النقابة مواردها من اعضاء يعني احنا بناخد من العضو 2% لما بيشتغل. طبعا احنا عندنا شعب كتير مش كل الشعب بتأدي دخل للنقابة. يعني في شعب مثلا شعب عظيمة جدا زي السيرك القومي أو العرايس دول موظفين بحكم إنهم موظفين فمرتباتهم يدوبك يعني رغم المجهود العظيم اللي هم بيعملوه والمهارات العظيمة إلا إن مرتباتهم هي دي اللي ما عندهمش مصادرها. فإحنا قعدنا نفكر إزاي يعني نعظم مواردنا. طب ما نتصدى إحنا الناس بتاخد ولادنا يشتغلوا بيهم طب ما نشتغل إحنا. فاخدنا مسرح اللي هو مسرح هدى شعراوي وجددناه وعملناه بشكل يليق جدا وبدانا نستعد للانتاج بحيث احنا يعني الهدف الاساسي من المشروع هدفين الحقيقه ماشيين مع بعض. لهم ايه؟ اول حاجه تفريغ طاقات جديده من الشباب والمبدعين من اعضاء النقابه ومن الطلبه واي حد موهوب. احنا بنرحب باي حد موهوب على فكره. وطبعا القاء الضوء برضو على بعض الاساتذه الكبار اللي موجودين ممكن يكونوا كانوا بعيد عن الضوء شويه او حتى في الضوء بس ممكن يبقوا معانا في التجربه. الحاجه الثانيه تعظيم ايرادات النقابه. ف ما عندناش حلول ثانيه لان احنا طبعا بنواجه يعني مشاكل. هل الدعوه دي وجدت صدى عند كبار الفنانين انهم ممكن يقبلوا يعملوا هذه العروض ممكن تكون بتكاليف منخفضه في سبيل دعم الحركه المسرحيه ودعم اعضاء النقابه ودعم الحركه النقابيه كمان؟ يعني ادوارد النهارده هو معاه مجموعه جميله جدا، هل في اخرين كده؟ والله ما حد بيتاخر عن النقابه. يعني كل الناس يعني مين تاني قريب ممكن نسمع داخلين معاك في لا كتير يعني استاذ هاني رمزي داخل، مدام هلا صدقي كنت لسه بتكلم معاها جايه. رزق واحمد رزق جاي يعني ناس كتير. استاذ احمد بدير ان شاء الله برضو في تجربه. يعني كل الناس هتشتغل. يمكن حظنا ان احنا بدانا مع يعني سخونه الموسم الرمضاني او التلفزيوني لكن ناس كتير هتشتغل ومحدش بيتاخر عن النقابه. وده مجهود عظيم انا بشكر الناس عليه اللي هي جايه الهدف يعني هي مش جايه شغل وخلاص. هل النصوص بتختاروها بعنايه؟ هل ممكن نشوف ريبورتوارات قديمه مثلا بتعاد مره ثانيه؟ ده موجود في اجندتنا في خطتنا ان احنا مثلا عايزين نقدم الدبور، عايزين نقدم نمره 2 يكسب، عايزين نقدم لقنده الفردوس، عايزين نقدم اعمال لنعمان عاشور، اعمال يوسف ادريس في صياغه جديده. بس خلي بالك احنا لسه المشروع يعني بيبدا. بس بصراحه فكره كويسه قوي. فكره كويسه وعايز اقول لك ان شارع القصر العيني المنطقه اللي احنا فيها دي يعني دبت فيها الحياه طبعا يعني القهاوي والحركه والشارع نفسه نور. كمان انا اكتشفت مواهب عظيمه جدا في النقابه ما كنتش اعرفها. يعني خليني مثلا اتكلم عن خالد محروس. خالد صوته حلو على فكره قوي. يعني ممكن يخش يعني طبعا ممكن كمان يخش عند هاني شاكر في رقابه الموسيقيين كمان بيغني صوته حلو. هو عضو في فمثلا برضه هي بتغني كويس قوي الحقيقه. كلهم بيغنوا. ايمان احسن. ايمان بقى بترقص هاي. ايمان دي باليرينا بتقول لي برقص. قلت لها بترقصي ايه؟ انت باليه. فالحقيقه يعني انا نفسي في بعض الزملاء ما كنتش يعني عارفهم فنيا كويس. ويعني مثلا طاقه زي خالد محروس وغيره ناس كتير جدا ان انا اتعرفت عليه فنيا وان هو انا شايف ان المسرح بالنسبه له فرصه لإعادة اكتشافه واعتقد ان ده حاصل دلوقتي. خالد بقى في دائرة الضوء بدأت ناس كتير تتكلم عنه. مهندسين ديكور مصممين الملابس والازياء
عندنا خلية نحل، احنا من الساعة تقريبا 5 العصر او 4 العصر لغاية الساعة 4 الفجر الحياة شغالة على قدم وساق في المسرح. ده بيشتغل هنا وده بيشتغل هنا وده بيشتغل هنا، وهم لقوا يعني لقوا والاسعار كويسه. دكتور اشرف انا شايف الاسعار كويسه على التذاكر طبعًا. يعني عايز اسالك توقعاتك ايه الدراما، دراما 2016؟ لا والله لا اكثر أنا نظافه والله انا كنت غير راضي عن بعض الالفاظ بعض الالفاظ، لكن دراما بالعكس، الدراما بقالها كام سنه الخط البياني في تصاعد شديد جدا طبعا. عرس الدراما السنه اللي فاتت كان عرس، انا قلت اللفظ ده تحديدا، انا كنت بس معترض على بعض الالفاظ اللي هي يعني وملاش علاقة بالرؤية الفنية أو الحرية الإبداع. أنا بتكلم على ألفاظ يعني. طب إيه اللقاءات بتاعت نقيب الممثلين في رمضان 2016؟ في لقاءات أكيد أكيد في لقاءات. يعني أنا بس لأ لقلة الإنتاج غير قلة الإنتاج. بص يا أستاذ عمرو عايز أقول لك على حاجة، أنا جالي واحد من شوية قال لي عايز أقول لك جملة، راجل كده بسيط، أنا قريت في جورنان امبارح أو أول امبارح إن تركيا بتعد تاني دولة على مستوى العالم في الانتاج الدرامي. ليه احنا في الانتاج الدرامي ما نعودش للريادة؟ انا شايف ان الدولة اهتمامها بالدراما مش اهتمام فني بس، اهتمام اقتصادي واهتمام سياحي واهتمام امني واهتمام، لذلك فعلا احنا بنناشد الدولة انها لازم تقعد مع صناع الدراما، لان الدراما والقوى الناعمة هتنفذ بسرعة. الناس في رمضان مثلا في العالم العربي كله بتتفرج على الدراما المصرية، الدراما المصرية بتلعب دور مهم جدا جدا جدا. طب احنا ليه السنة فاتت كنا 45 مسلسل، السنة دي 25 مسلسل، وده بيؤدي لكساد في كل حاجة على فكرة، في كل حاجة حتى العملة الصعبة الدولار إلى آخره. مش عايز أقولك بقى بكام. يعني إنما أنا بقول لحضرتك هي يمكن العشر لقات رحيم في اتجاه قلة الانتاج الدرامي، لكن مفيش لقاءات للمشاهد، مفيش لقاءات لا لا انا شايف الالفاظ الخارجة، انا شايف البزاءة الالفاظ الخارجة. بص الشارع نفسه يعني والسوشيال ميديا والحاجات دي يعني بقت للاسف خوية. يعني للاسف يعني ده ابتلاء من ربنا والله اللي بيحصل لنا ده. لكن انا شايف ان الدراما السنة دي رغم قلة عدد الاعمال الا انها هتبقى متميزة جدا. انا شايف منافسة شرسة وأسماء كبيرة ومخرجين مهمين ومؤلفين مهمين، الكسبان هو المشاهد المصري بل المشاهد العربي إن شاء الله. وبقى كمان كسبانين حب على النظافة، العرض الجميل اللي تنتجه نقابة ألمان التمثيلية برئاسة النقيب العزيز والصديق الجميل دكتور أشرف زكي. بهنيك يا أدور، عايز تقول حاجة في الآخر؟ أنا مبسوط جدا بالتجربة اللي احنا بنعملها، وزي ما أنا قلت الدكتور أشرف لما جاء اتكلمني في الموضوع من البداية أنا اتحمست جدا. الدكتور أشرف طبعا صديق عزيز يعني قبل ما احنا يكون في بيننا أي حاجة، هو صديق الناس كلها والناس كلها بتحبه. وأنا مبسوط بالكاست الجميل اللي كلهم هيبقوا يعني نجوم صف اول قريب جدا كمان مش كتير، وعايز اقول ان شاء الله بعد المسرحيه اللي هيشوفوها الناس هتلاقي منتجين ومخرجين مصر كلهم بيتهافتوا عليهم اكيد. وانا مبسوط. اخو بقى كلمه اخيره اخت الدكتور اشرف، كلمه اخيره. ها انا عايز اقول ان انا مبسوطه جدا بالتجربه عامه، وبشكر الدكتور اشرف وبشكر النقابه، لان انا عن نفسي هي قعدت لي الفرصه تاني ان انا اقدر اتواصل مع الوسط الفني ويعرفوا على الاقل ان انا رجعت اشتغل، وادتني فرصه كويسه ان الناس تعرف ان انا موجوده كممثله من اول. الحمد لله على السلامه. تليفونك بقى على الهواء. يا خالد انا طبعا بشكر النقابه برئاسه السيد النقيب طبعا دكتور اشرف، لان هم اللي قعدوا اكتشافي بعد 30 سنه، فانا بشكرهم جدا على المجهود اللي عملوه، وبتمنى من الناس اللي هم عندهم فكرة يعني مغايرة عن المشروع وعن النجاح يجوا يقدموا نفسهم بدل ما نهاجم بشكل يبقى حب على النظافة. حب على ليل. أنا مبسوطة إن أنا في العرض ده والناس الحلوة دي، وبشكر دكتور أشرف زكي طبعا، وبشكر أستاذ شريف لأنه هو اللي اختارني أكون معاه. فرحانة بكل حاجة في العرض، الناس كلها حلوة وكلنا بنحب بعض قوي، فيا رب ربنا يكرمنا ان شاء الله. في شكر إيه؟ اللي راكبني ايمان حتى هي ايمان هي ايمان هتقولي ايه؟ انا طبعا انا بشكر الدكتور اشرف مش على المشروع ده بس، طبعا ليه شكر على المشروع ده، وهو كانسان
ومواقفه كتير معانا طول الوقت ما بتاخرش عن حد ابدا، يعني عمرك ما ترفع التليفون عليه كده وتكلمه الا ويرد عليك لو كان قاعد فين بجد. وسعيده قوي بالتجربه دي. قولي بقى للناس قولي استاذ شريف طبعا، قولي الجمله بتاعتك وادوارد اللي هي جمله كده قالتها اللي ده على باب الاوضه اللي هي بتتباع على باب الاوضه عندها اللي هي ايه. كنت كاتبه قبل كده على باب اوضتي في المسرح التقدير خسرنا كتير. على اساس ده ايه يعني؟ دي مش اوضه بقى ده ميكروباص. وعايزه اقول بجد ادوارد من الفنانين اللي عندهم رقي، يعني هو راقي كانسان، راقي كفنان، من الناس اللي قريبه قوي من قلبي، لان هو من هنا نظيف فتلاقي بسم الله ما شاء الله وشه حتى على النور كده شريف. انا طبعا انا دخلت المشروع ده انا يعني يمكن دي تاني مره اخرج في حياتي، عملت حاجه من 10 سنين كده في الهناجر. انا دخلت علشان ادعم المشروع ده مع الدكتور اشرف لان انا مؤمن بفكرته، وحبيت اقول له ان انا معاك وان اقدر نقدر نعمل حاجه كويسه، والحمد لله انا حاسس ان احنا ماشيين في الطريق الصحيح. يا رب ان احنا ان شاء الله نعمل مع حاجه حلوه ان شاء الله. انا طبعا يعني مش هزيد حاجه عن كل زمايلي قالوه، بس ما تشكريش شكل الدكتور اشرف بقى انت. لا انا لازم اعمل كده لانه ده شعوري الحقيقي، وعايزه اشكر كل القائمين على العمل، الاستاذ ادوارد الاستاذ شريف وكل زمايلي، وعايزه اقول بشكل خاص انا وكل زمايلي الفنانين التانيين اللي لسه ما شاركوش في تجربة زي اللي احنا شغالين فيها دي، لا لازم يجوا ولازم يشاركوا، ورسالة مهمة جدا وشرف لينا احنا كأعضاء نقابة ان احنا نبقى جزء من تجربة مهمة. دكتور بقى تقول للمشاهدين ايه عشان يجوا يتفرجوا غير التذكرات 30 جنيه؟ اقول ان في اجيال عظيمة جدا هتلاقوها موجودة في التجربة دي، وده هدف رئيسي للتجربة ان احنا نلقي الضوء على اجيال عظيمة جدا سواء من الشباب او من الكبار، في حب شديد جدا. احنا مش بنقول ان احنا بننقذ المسرح المصري، لكن بنقول نحن نحاول في بداية لتقديم تجارب، وبنحاول ايضا ان النقابة يبقى ليها دور انتاجي مش دور معاشات وعلاج والى اخره. ده التراك الجديد بنحط عليه النقابة. انا بهنيك وبهنيك وان شاء الله عرض ناجح، وبدعو المشاهدين ان هم يروحوا يعني باكورة انتاج نقابة المهن التمثيلية مسرحية حب على النظافة. مبروك مقدمة. حلقتنا النهاردة بوضوح كانت مع الجمال المبدعين اللي منورنا النهاردة وعرضهم الجميل الحب على النظافة. اشكركم جدا. صباح الألف. ارسم سكة احلامك قدامك وامشيها، قول ما انت مكمل توصل ليها.